السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نوريكم كيفاش نسوي شارة يلا. طريقة سهلة بسيطة في متناول الجميع. ننزل للشارة، ننزل تحت ملك اللحظات، شارة ملك اللحظات. لازم 400 ألف إعجاب. الحين أنا عندي 5123. شوفوا كيف راح تتغير. نوريكم طريقة سهلة بسيطة في متناول الجميع. رحنا المنشورات اهو، نتضعيف شوي. ايوه نشوف يعني منشور ما عملتلوش اعجاب. ايوه اهو هذا، شوفوا كيف راح تزيد. اي منشور اعمل بس اعجابات للمنشورات. روح المنشورات واعمل اعجابات، 400 ألف اعجاب وتكون عندك الشارة. ها اعمل اعجابات وشوف، وراح نشوف ندخل. شوف كيف تلقاها تغيرت. ننزل تحت اهو، شوف 5127. يعني سهلة بسيطة في متناول الجميع. وهذا كيف يعني، وهذا حسابي. اللي اذا بدكم اي استفسارات ولا هيك تعالوا لحسابي. وهذا رومي انجلش امريكان انجلش. وارحب بكل الناس، يعني مرحبا بكم. اهو الروم يعني اهو الاي بي، اخليكم اياه تحت الفيديو. ومرحبا بكم، اهلين فيكم. واذا بدكم اي استفسار اكتب في التعليقات، وعلى عيني وراسي يعني راح احاول اسوي اللي اقدر عليه. وكيفية يعني، وشاهدون فيديو كيفية فتح مهملات في يلا، طريقة سهلة بسيطة كمان. شاهدوا الفيديو اللي تحت هذا الفيديو، ولا تنسوا يعني لا تنسوا الاشتراك ودعمنا بلايكات. الله يخليكم، ونلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم، وشكرا.